أول عنوان فيها اسمه Vital Signs. Vital Signs هي العلامات الحيوية، ودول أربع حاجات هما كلمة Pulse و Blood Pressure و Temperature و Respiratory. أول عنوان فيهم كلمة Pulse، هناخده بالتفاصيل المملة بتاعته. هنقسم Pulse على محاضرتين في المحاضرة الأولى في الدرس. كلمة Pulse اللي هو النبض ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن Pressure Waves أو Wave Form Pressure transmitted from ventricular ejection of blood to be palpated in superficial artery against the bone. يعني ايه؟ لو ده كده الليفت سايد اوف هارت، وتحت ده الليفت فنتريكل وده الاورتا، المفروض ان اثناء الدايستول الدم بيملى الفنتريكل. اثناء فتره الدايستول الدم بيوصل هنا للفنتريكل. لما الفنتريكل بيتملي هيبدا يعمل كونتراكشن. لما يعمل كونتراكشن هيضغط الدم عشان يمشي في الاورطة، ومن هذا الاورطة يمشي في البرانشات اللي في الارش، ويمشي في كل البرانشات اللي في الجسم، عشان في الاخر اجي احسه على الراديال ارتري اللي هو فيه صفتين مهمتين، بيكون سوبرفيشال واجينست بون. سوبرفيشال واجينست بون يعني احسن مكان نحس فيه البلسيشن هو الراديال ارتري. لماذا؟ لانه سوبرفيشال، اعرف احسه وكمان نايم على عظمة، فأنا بزنقه على العظمة وبحاول إن أنا أحسه كويس. ده أجمل حاجة. ما ينفعش أبدا إن أنا أحكم على البلسيشن من أرتري من قديم، أو أرتري أولاد يعني متغطي بحاجة، أو أرتري أصلا نايم على عضلة أو نايم على فات. ما هو لو نايم على عضلة أو فات هتمتص البلسيشن بتاعته. يبقى بريشر ويف أو ويف فورم بريشر، موجات ترانسميتد فروم يعني جاية من ventricular ejection of blood. ventricular ejection انتفاع الدم من الventricle to be palpated in superficial artery against the bone زي الراديال artery. waveform pressure او pressure waves transmitted from ventricular ejection. ركز في المعلومة، البلس ده البلس جاي من الventricle، البلس جاي من الventricle، يعني هذا البلس يمثل الventricle. يعني لو الفنتريكل بدا يضرب بسرعه البلس هيبقى سريع، لو بطا هيبقى بطيء. يعني البلس ماشي مع الفنتريكل وليس الاتريوم. خلوها في بالنا دلوقتي عشان هنحتاجها كتير. ما حدش منكم يفتكر، شوف البلس في العيان تقول لي البلس 70 وهزبه، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم تعمل لي كومنت على البلس، والكومنت على البلس ده بيكون في نقاط. النقاط دي، النقاط دي دخلت معلش استحمل الاسبوع اللي جاي هيبقى فيه اربع مواعيد. خلاص الاسبوع اللي جاي هيبقى فيه ستيف، كل ميعاد هيبقى اربع، كل حاجه هتبقى اربع مواعيد، وهنزلها لكم على الجروبس بحيث كل واحد يختار الميعاد بتاعه. انا اسف بعتذر لكم، معلش استحمل بعض بس عشان وقت وصول بصل بحشة. خلاص خلصت يعني، خلصت يعني. بصوا يا كابتن، يا دكتور عايز اشتغل، ما انا مش عارف الناس اللي تيجي ده الساعه 4 ازاي كنت امتى؟ ازاي كنت امتى؟ حد ياخد ده الساعه 4؟ لا يعني هما اللي قاعدين من الاثنين وهيكملوا اوكي، لكن اللي جاي على الساعه 4 ده كان فين يعني؟ جاي منين؟ دكتور كان في، يعني كان في ميعاد متعارض في الراوند يوم الساعه 12، وكان في ميعاد متعارض النهارده الساعه 11. حاسس انك زعيله يا دكتور، مش قصدي بس تفهميني بس. لا والله الاثنين كانوا متعارضين يعني. بس انت مش معترضه؟ انا مش معترضه، بس هو ده الميعاد اللي واضح ينفع كلنا. الاسبوع اللي جاي انتوا هم بتوع القصر اعتقد عايزين يوم السبت، وانا هرجعك. لا ايه ده؟ بقول طول الوقت هذه السبت، ما هو في جروبس ف بصوا ما بلعش المحاضره عشان انا مش انا مش هقدر اخد السنه ان شاء الله مش هقدر اعمل، بس انا هنزل لكم كذا اوبشن كده وقلت لك بصوا. ها مش فاهم بس طب استحمل معلش بس تخوف عليا، استحمل اذكروا عشان نخلص يلا. لما تيجي حضرتك تعمل كومنت على البلس لازم تغطي عده نقاط. ها بتغطي، بتعلق على حاجه اسمها ريت وريزم وفوليوم وايكواليتي ان بوث سايدز، وعنوان كبير مهم اسمه سبيشال كاركتر، وفاسكولار رول اللي هو الكونديشن اوف بلاد فيزنس، وبريفرال بلسيشنز، ممكن حاجه اسمها راديو فيمورال ريليشن، علاقه ما بين الراديال والفيمورال هنعرفها، وكلمة قديمة اسمها فورس، وكلمة قديمة اسمها تنشن. دي نقاط تو كومنت اون بالز. أهم سبع نقاط هما النقاط دول.
اول كلمه بالس ريت، انت بتعد البالس في الدقيقه وتقول لي هو كام. تقريبا من 60 الى 100 بيت بير مينت. لو كان البالس بتاعك الريجولر لازم تاخد وقتك وتعد في الدقيقه كامله. ليه؟ لانه غير منتظم، يعني ممكن يسرع وممكن يبطا، فانت خد وقتك عشان تطلع ريت مظبوط. اما اذا كان البالس بتاعك ريجولر، اما اذا كان منتظم، لو كان البالس بتاعك ريجولر ممكن تعد نص دقيقه او تضرب في اثنين، او تعد في ربع دقيقه او تضرب في اربعه. كان عايز اقول لك حاجه قبل ما اتعلق على الريت، شوف الريتم. لو كان الريتم بتاعك الريجولر لازم ايه؟ اخد وقت اعد في ايه؟ في دقيقه كامله. اما لو كان ريجولر ينفع ان انت تعد نص دقيقه وتضرب في اثنين، او ربع دقيقه وتضرب في اربعه. طب يا دكتور ينفع اعد في دقيقه وخلاص لاي حد؟ ينفع. يعني ينفع ان انا اعد في دقيقه لحد ما يجراش حاجه، بس هو اختصارا للوقت. ودي حاجه مفيش فيها مشاكل، مفيش فيها اي مشكله. اقل من 60 برادي كارديا، اكتر من 100 تاكي كارديا، ده كلام سهل. الكلام المهم ريتم الاساس في البالس بتاعنا، ها، ان هو يكون منتظم، يكون ريجولر. الاساس في البالس بتاعنا، ها، ان هو يكون ريجولر. يعني الخبطات جايه على مسافات متساويه. يعني لما تيجي كده تشوف البالس بتاعك، اي حد منكم يشوف البالس بتاعه، ده الخبطه الاولى، مسافه الخبطه الثانيه، مسافه الخبطه الثالثه، الخبطه الرابعه، وهكذا. المسافات ما بين البيتس بتكون ايه؟ بتكون متساويه، وده اسمه ريجولر. طب هو ليه البالس الطبيعي اصلا بيكون ريجولر؟ ببساطه كده يا ولاد، احنا عارفين ان البيس ميكر بتاعنا هو مين؟ هو الاس اي نوت اهي، بتدي اشاره للبوث اتريا، ثم للاي بي نوت، ثم للبوث فنتريكلز. البيس ميكر هي الاس اي نوت لانها اسرع نقطه واقوى نقطه، والقلب بيسمع الكلام السريع. طيب لما تعرف ان هذه الاس اي نوت الريتم بتاعها اصلا ريجولر، يعني هي اساسا بتبدا الامبلس بتاعتها ريجولر، فالاشاره بتوصل للاتريا وبالتالي للفنتريكل ريجولر. فالفنتريكل بيعمل كونتراكشن، بص على ايدي، بيعمل كونتراكشن ريجولر، ريجولر على مسافات متساويه. واحنا اتفقنا ان البالس جاي منين اصلا؟ جاي من الفنتريكل. بما ان الفنتريكل البيتس بتاعته ماشيه منتظمه، فبالتالي البالس بتاعنا لازم يكون ايه؟ يكون منتظم. يعني الاساس بتاعنا في البالس ان يكون ريجولر. ولو كان ريجولر خير وبركه، ده الصح. لو كان الريجولر، عندي نوعين من الريجولاريتي. كلمه اسمها ريجولار الريجولاريتي، وكلمه اسمها الريجولار الريجولاريتي. ريجولار الريجولاريتي تلاقي البالس ماشي كده، واحد اثنين مسافه، واحد اثنين مسافه، واحد اثنين مسافه. انت لما تبص على المنظر ده كده، الاول واحده المسافه دي صغيره والمسافه دي كبيره، فهذا النوع يتصنف ريجولار ولا ايريجولار؟ يتصنف ايه؟ الريجولر. وده لما يكون الريجولر هو ماشي الريجولر، بس ملاحظين حاجه؟ ان الريجولاريتي بتاعته ماشيه، ولما يكون ماشي اثنينات كده ريجولر الريجولاريتي، ماشي اثنين مسافه، اثنين مسافه، اسمه بالسس باي جيمني او بالسس باي جيمنس. بالسس باي جيمني او بالسس باي جيمنس. في واحد زيه بالظبط بس ماشي ثلاثات، واحد اثنين ثلاثه مسافه، واحد اثنين ثلاثه مسافه، واحد اثنين ثلاثه مسافه، هو الريجولر. لكن الريجولاريتي بتاعته ماشيه، فهو اسمه بالسس تريجيمني او بالسس تريجيمنس. بالسس باي جيمني وبالسس تريجيمني الاثنين يا ولاد كانوا بيحصلوا مع حاجه اسمها ديجيتاليس توكسيستي. ديجيتاليس توكسيستي كانت حاجه بتحصل زمان. ليه يا دكتور؟ ما بتحصلش دلوقتي. عايز افهمكم بس نقطتين. النقطه الاولى، الديجيتاليس ده يا ولاد نبات، كانوا عامل زي ورق الشجر كده، كان بيرتحن ويحط البرطمان وبعدين يحط معلقه على كوبايه ميه ويدوبها ويشربها. فالجرعه ما كانتش مظبوطه قوي، فكان وارد العين يزود شويه بتاع، فكان ممكن يعمل ايه؟ مع توكسيستي. دي حاجه. الحاجه الثانيه، لما عملوا حتى الاقراص وحولوا الاقراص، لما كانوا بيدوا الديجيتاليس كانوا بيعملوا ديجيتاليزيشن، يعني كان بيدي لودنج دوز. فاللودنج دوز دي بتخلي فيه كميه ديجيتاليس كبيره في الجسم، فده كان يؤدي الى ديجيتاليس مع توكسيستي. في الوقت الحالي لا، ده هو بيدي قرص ولا نص قرص ويفضل ماشي عليه لما يحصل له ديجيتاليزيشن براحته، يعني مش بيديله لودنج دوز زي زمان. عشان كده فرصه الديجيتاليز توكسيس دلوقتي بقت ايه؟ بقت قليله. بس في نقطه ثانيه اهم يا ولاد، الديجيتاليز لا يستخدم كما كان يستخدم من قبل. يعني اول ما طلع الديجيتاليز ده كصيحه وفي علاج الهارت فيلير واوعى وشك واحسن دواء ومش عارف ايه، مع الوقت يا ولاد طلع ولا حاجه بجد والله، بقى اخر دواء يتكتب.
انتوا عارفين الاكزامبل اللي خدتوه في الفارما كتير قوي، يقول لك احنا عندنا حصان، الحصان ده عليه حموله جامده قوي وبيطلع مطلع، وانا عمال اضرب في الحصان هيموت مني، ما هو عليه حمل جامد قوي وبيطلع مطلع، كذلك القلب جاي له دم كتير قوي يا ولاد اسمه بريلود، وبيضخ الدم في الاورطه والبلمونري ممكن يكونوا ضيقين او فيهم تنشن، ده اسمه افتر لود، يعني القلب عليه ايه؟ دم جاي له اسمه وفي بريشر بعديه اسمه، وانت تديله ديجيتاليس عشان تقويه. طب انت هتقويه ازاي وهو عليه بريلود وافتر لود؟ فجم بقى في الطب الحديث قالك لا الدنيا مش كده، انا اخف البريلود واوسع له الافتر لود هو هيشتغل لوحده، وانا مش محتاج ديجيتاليس ولا حاجه. مش فاهمني؟ هو الديجيتاليس في القلب هيزود الفورسور دي يا فرحتي، هو زودها بس انا جاي لي دم كتير وقدامي بريشر عالي، طب انا اعمل ايه؟ اصبح دلوقتي اهم دواء في علاج الهارت فيلر اس ان اف كابتوبريل، دواء حقير. الدواء ده بيعمل ايه؟ بيعمل فينو دايلاتيشن، يخلي الدم قاعد في البينا سيستم ما يرجعش للقلب، فالبريلود يبان ويوسع الارتريز اللي هي القلب هيضخ بيها، فبالتالي اصبح بيقلل الافتر لود من غير بقى ما اديله ديجيتاليز ولا حاجه، هو هيشتغل. انا جبت الحصان ده ونزلت الحموله قلت له هتمشي في طريق عدل، طريق مستوي، انا مش محتاج ان انا اديله ديجيتاليز. القصد يا ولاد ديجيتاليز توكسيستي موجود صفحه في كتاب النظري، هي صفحه للتاريخ، وللاسف مرات احنا بنعلمكم تاريخ الطب وليس الطب. في الطب الحديث محدش بيستخدم ديجيتاليز الا في النوادر، يعني فاهم ليه استخدامات اخرى غير الهارت فيلير، لكن كهارت فيلير في النوادر قوي 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 انا لازم اخف الاول البري لود والافتر لود. فبما ان استخدامه بقى قليل حتى لو استخدم بيصادم بجرعات صغيره، ففرصه الديجيتاليز توكسيستي بقت ايه؟ وطالما هي بقت قليله ففرصه البالس تريجيمني وبالس تريجيمني بقت قليله. ممكن الاستاذ اللي بيمتحن اصلا يقول لك انا عمري يا ابني ما شفت لا بالس تريجيمني ولا بالس تريجيمني، فما تجيش انت تتفزلك في الامتحان وتقول لي اصل الحاله انا حاسس ان فيها ايه؟ لا ما تحسش يا دكتور، ده كلام كتب، لا في بالس تريجيمني ولا في بالس تريجيمني، ده كلام كتب فقط. قد تكون الريجولاريتي الريجولاريتي البالس ماشي كده خطه مسافه خطتين ثلاثه عشوائيه قمه العشوائيه، شايف يا دكتور متلخبط جدا، وهذا النوع اسمه اتريال فايبريليشن. لما تبص على البالس ده يا ولاد هو ده منتظم ولا غير منتظم؟ غير منتظم الريجولار، والريجولاريتي بتاعته هل ليها سيستم؟ لا ملهاش سيستم زي فوق، فلما حبوا يحطوا لها ترم قالوا ايه؟ ها الريجولار، ها الريجولاريتي. يبقى الريجولار الريجولاريتي اشهر اكزامبل ليها على الاطلاق هو اتريال فايبريليشن، اختصاره اي اف. لما اقول اي اف يعني اتريال فايبريليشن، ما ينفعش فلاتر، لو عايز اقول فلاتر هقول اتريال فلاتر واكتبها فلاتر. يبقى اي اف باختصار لكلمه واحده اسمها اتريال فايبريليشن، يعني الذبذبه الاذينيه او الارتجاف الاذيني، الاذين اللي هو الاتريال يبدا يرعش كده، بدل ما بيعمل كونتراكشن كده يبدا يرعش كده غير منتظم طبعا، يبقى دي كلمه اسمها اتريال فايبريليشن، هتكلم عليها كمان شويه. الريجولار الريجولاريتي يحصل مع الاكسترا سيستول، البلس ماشي طبيعي هوبا تجي لي خبطه غريبه ثم مسافه كومبنسات ريبورت، وبعدين يمشي طبيعي ثاني، وبعدين تجي لي خبطه غريبه، وبعدين يمشي طبيعي شويه كتير، وبعدين تجي لي خبطه غريبه، تقعد تيجي على مسافات غير متساويه. فيبقى الريجولار الريجولاريتي اي نعم حاجه بسيطه لكنها الريجولار الريجولاريتي تحصل مع الاكسترا سيستول. لو جيت تشوف الريتم يا اما يكون ريجولار خير وبركه يا اما يكون ريجولار. لو كان الريجولار في احتمالين، ريجولار ريجولاريتي بالسس دايجيمني وترايجيمني ودول انساهم، يا اما يكون الريجولار ريجولاريتي ودول يا اتريال فايبريشن يا اكسترا سيستول والاثنين مهمين. وانا عايز اعمل ايه دلوقتي يا ولاد؟ انا عايز اعمل جدول يفرق لي الاتريال فايبريشن من الاكسترا سيستول، بس مش هينفع اعمل الجدول الا لما افهمك يعني ايه اتريال فايبريشن ويعني ايه اكسترا سيستول، عشان اكيد يعني ما حدش مننا لسه خدهم في النظري ولا حد ذاكرهم في النظري، واحنا هنشوفهم في الكلينيك هنشوف اتريال فايبريليشن كتير، فلازم ناخد فكره كده كبيره شويتين عنه. انا عايز اعرف عشان بس اكون منظم، عايز اعرف في الاتريال فايبريليشن اربع حاجات. ادي البوت اتريال اس اي نوت، بوت اتريال اي بي نوت فنتريكلز. الاتريال فايبريليشن المعلومه الاولى بتقول هو حاله مرضيه. الاتريا، اتريا جمع اتريوم، اتريا بوث اتريا، بتعمل نبضات او بتشتغل بريت من 400 الى 600 ب
beats per minute الريمري. هو حالة مرضية الاتر بيضرب فيها بريت عالي جدا. هذا الريت يتراوح من 400 الى 600 بيتس بير مينت الريجولاري. يعني بدل يا اولاد ما الاتريوم الطبيعي بتاعي كان بيعمل كده، ده الطبيعي هو بيعمل كده منتظم كده، ده بيعمل بص كده، بص على ايدي بس، بص على ايدي بيعمل كده، الاتريوم بيعمل كده بيرعش ولا فايبريليشن وغير منتظم. طيب هو لما يضرب من 400 600 اصبح مين اسرع مكان في القلب؟ الاتريوم. اصبح الاتري هو البيس ميكر، بنقول شكرا لمين؟ يبقى الاس انود لا تعمل. يبقى ليه ما بتعملش؟ لان القلب بيسمع كلام مين؟ مين السريع جدا دلوقتي؟ سريع جدا. يعني عندي حاجه بتضرب 70 وحاجه بتضرب 400، اسمع كلام مين يعني؟ اكيد 400 حتى لو كان على حساب البيس ميكر الاصليه اللي هي الاس انود. القلب مبداه بيسمع كلام مين؟ يعني اللي عنده اتريال فايبريليشن الاس انود بتاعته شغاله ولا مش شغاله؟ مش شغاله بالمره. دي المعلومه الاولى. فيها مشكله؟ هو حالة مرضية الاتريا بيضرب بريت عالي من 400 الى 600 بيتس بير مينت الريجولاري، فبتقول شكرا للاس اي نوت لان الاتريا هو اللي بيشغل نفسه. المعلومة التانية، انا بقلل العدد، بخلي يوصل عدد اقل شوية من 100 الى 150 بيتس بير مينت، بس انا ما بقدرش اشتغل على الريتم. انا دلوقتي انا بقللهم كعدد، لكن هو ستيل ايه يا اولاد؟ ستيل الريجولار. مفهومة دي ولا لا؟ يبقى المعلومة التانية بتقول ايه؟ مش كل الاشارات اللي في الاتري هتوصل لمين؟ يا دوبك اللي يوصل للفنتريك الكام؟ من 100 ل 150، لكن ستيل يعني الاتري بص بيعمل كده كده، الفنتريك بص بيعمل كده هو ايه ده؟ يسرع ويبطئ. لانه ايه؟ ها الريجولر يسرع ويبطئ. الريجولر هو الريجولر، فماشي كده مرات كده ومرات كده، مرات سريع ومرات بطيء. ها والريت بتاعنا هيبقى من 100 الى 150. طيب هو لما يكون الاتر بيضرب 400 600 والفنتريك بيضرب 100 150 البلس هيبقى كده، لان البلس ماشي مع مين؟ هو يعني ايه بلس؟ بريشر ويف ترانسميتد فروم اهو. يبقى انا جاي منين اصلا؟ جاي من الفنتريك. فهمتوني ولا لا؟ يبقى الاتريال فايبريليشن بيأثر على الفنتريك، ما هو الريجولر بس اللي خلى العدد قليل الاي بي نود، والفنتريك هو اللي بيبان في صوره البلس. فهمتوني فيه ولا لا؟ دي المعلومه الثانيه. فيها مشكله؟ هو ايه المعلومه الاولى؟ الاتريال فايبريليشن حاله مرضيه، الاتريا بيضرب بريت عالي جدا من 400 ل 600 بيتس بير مينت ريجولاري، فعشان كده بتقول شكرا للاس ان نود لا تعمل. المعلومه الثانيه، مش كل الاشارات بتوصل على الفنتريك، يا دوبك اللي بيوصل من 100 الى 150 بيتس بير مينت هم بس اللي بيوصلوا لايه؟ اهل الفنتريك، لكن ستيل ريجولاري. المعلومه الثالثه، لو واحد عنده اتريال فايبريليشن وعمل اكسرسايز، الاكسرسايز يا اولاد بتشغل السمباثاتيك، بتسرع الاي بي نود كوندكشن، فبتخلي الاشارات اللي هتيجي من الفنتريكل تزيد شويه. يعني بدل ما هو 100 ل 120 130 150 160 يبدا يشتغل اكتر، ولما يشتغل اكتر الريجولاريتي بتاعته تظهر اكتر. ما هو كل ما يشتغل كل ما الريجولاريتي هتبان معانا. عشان كده يقولوا جمله يا اولاد، اكسرسايز increases the regularity of atrial fibrillation. موافقون؟ لما يعمل اكسرسايز الاشارات اللي هتنزل كتير. سمباثيتك هيزود الاي بي نودال كوندكشن. يعني مثلا عندي مريض عنده ايه؟ وانا ماسك البلس بتاعه. انا مش هو الريجولر بس انا مش مبسوط قوي ومش مرتاح قوي ان انا اقول ايه؟ عادي يمسك البلس بتاعه وقول لهم تعالى اقف جنبي، اتحرك كده في مكانك شويه، او اقف واقعد، او اعمل اي اكسرسايز. وانت ماسك الباص ده الريجولاريتي بدات ايه؟ بدات تظهر معاك، لان السمباثيك اشتغل والاي بي نودال كوندكشن زاد، وبالتالي بدات الريجولاريتي تظهر معانا قوي. عشان كده احنا بنخليه يعمل اكسرسايز عشان تظهر معانا في الكلينيكال. ثلاث معلومات، هو حاله مرضيه الانتر بيضرب ريت عالي جدا من 100 من 400 ل 600 ريجولاري، بس الاس نود خلاص مش شغال. مش كل الاشارات بتوصل للفنتريك، الاي بي نود بتعمل ريدكشن للعدد اللي هو بيوصل من 100 الى 150، لكنه ستيل ريجولر. لو عمل اكسرسايز الاشارات اللي بتنزل هتبدا، ولو زادت ها الريجولاريتي هتبدا. المعلومه الرابعه جميله جدا، في ديجيتاليز. الديجيتاليز يا ولاد من الاكشنز بتاعته انه بيقلل الاي بي نود كوندكشن. الديجيتاليز بيقلل الاي بي نود كوندكشن، يعني بيقلل الاشارات اللي نازله من الاتريا الى، يعني لو واحد عنده اتريال فايبريليشن
انا من ضمن اللاينز اوف تريتمنت ان انا بديله ديجيتاليز. يروح الديجيتاليز عامل ايه يا اولاد؟ يقلل الاجراءات اللي واصله مين؟ وده مطلوب ولا لا؟ ايوه يعني بدل ما يضرب 150 يبقى 100 يبقى 80 يبقى انا بحافظ على الفنتريكل يبقى انا بقلل الريجولاريتي. على فكره يا اولاد معظم مرضى الاي ام معظمهم بياخدوا ديجيتال. الديجيتال مش بتاع هارت فيلير بس، الديجيتال عشان مين؟ عشان الاي اف. والهدف منه ايه؟ ان هو ايه؟ يقلل الحاجات اللي نازله مين؟ يحمل الفنتريكل مع القفز في الاعتبار حاجه. والشاطر فاهم الحته دي. الديجيتاليز كديجيتاليز بيزود الاكسايتابيلتي. يعني هو اصلا اريزموجينيك. يعني انت عارف مش دي بتضرب 600؟ لو خد ديجيتاليز الاتر هيضرب 700 و800 و1000. يعني هو هيزود الايه؟ الاي اف. بس انا بديه عشان يحميني من مين؟ يعني الاكشن بتاعه كحمايه للفنتريكل احسن من الاكشن بتاعه كاريثميا للاتر. اصل انا اقول لكم حاجه يا بنات، هو هيخلي الاتريوم يضرب 1000 بس كل اللي هيوصل لتحت 60 70 انا استفدت ولا لا؟ قول لي بس الاتريوم اتجنن. ما يتجنن. على فكره اقول لكم حاجه، هنرفع شعار يا ولاد، يتحرق الاتري على الزمالك في ساعه. فاهم حاجه ولا لا؟ يتحرق الاتري على الزمالك في ساعه واحده. اقسم بالله ملهمش لازمه يا ولاد. هو ايه وظيفه الاتري؟ حصاله يعني انت ايه يا ولاد؟ ها ايه يعني ايه؟ الدم بيجي يقف هنا شويه على ما ينزل. ركز بس، الدم بيقف شويه على ما ينزل. هل تعلموا قولوا اه ولا لا؟ لايف لما ناخدها 70% من الدم بينزلوا من الاتريا للفنتريكل الباسيفلي لوحدهم. انا مش محتاج الاتريا كونتراكشن. يبقى انت ما تزعلش على الاتريا، لما تزعل تزعل على الفنتريكل. فهمتوا حاجه؟ يبقى مش مهم مين. خلاص يبقى الاتريا من الاريزميا بتاعته زادت مع الديجيتال، بس الاجراءات اللي واصله هنا للفنتريكل. طب هو ايه وظيفه الفنتريكل؟ هو البومب هو الاساس. يبقى انا لازم احافظ على مين يا اولاد؟ يبقى المهم هو الفنتريكل والاهلي، واللي مش مهم هو الاتريا. الرئيس عند الشباب. نعم الرئيس عندنا فوق. الاس اي رول عندكم؟ اه طبعا. بص يا روح، ركز بس الله يبارك فيك. انا عندي اربع معلومات. الاتريال فايبريشن هو حاله مرضيه. الاتريا بيضرب بريت من 400 الى 600 بيس بير مينت الريجولار. انت بتقول شكرا لمين؟ الاس اي. مش كل الاشارات اللي فوق بتنزل لتحت، لان الاي بنوت بوينت اوف فيسيولوجيكال ديلي هيوصل من 100 ل 150، لكن ستيل الريجولر والبالز بتاعي يبقى 100 150 وستيل الريجولر. نمره ثلاثه، لو عمل اكسرسايز الاشارات اللي هتعدي هتزيد، فبالتالي الريجولاريتي هتبدا تزيد، هتبدا تظهر معايا. لو اديته ديجيتاليز هيقلل الاي بي نودال كوندكشن، فالريجولاريتي تبدا تقل. جالي عيان في الامتحان عنده اتريال فايبريشن لكنه ديجيتالايز وقت الريجولاريتي، همسك البالز بتاعه هو بيديني هيستوري ان ضربات قلبه كانت غير منتظمه، بس انا ماسكها مش مبسوط. انا مش متاكد. أول أصل هو واهل إيه؟ طب أنا ماسك البالز مش مستريح، هعمل إيه يا ولاد؟ خليه يعمل إكسرسايز، يبقى الإكسرسايز بيعكس الأكشن بتاعه. خلصت ولا إيه كمان؟ دول الأربع معلومات، حد عنده مشكلة فيهم؟ عشان ده مبني على الكلام اللي جاي كله، خلصت كده يا ولاد؟ طب كلمة كده عن الإكسرسايز دول، وإن شاء الله أنتوا هتجيبوها لوحدكم يعني. بصوا يا جدعان. الإكسرسايز دول دايماً بيحصل نتيجة إكتوبيك فورس. وغالباً بتكون في البنزين. عارفين في الفنتريكل في حاجه اسمها بيركنجي فايبرز تبع الكوندكتيف سيستم. البيركنجي فايبرز دي بتتاثر بحاجات كتير جدا. يعني ممكن تتاثر مع السيمباثيتك اوفر اكتيف، ممكن تتاثر مع الكافيين، حد شارب قهوه كتير، مع الهايبوكسي، حد شارب سجاير، او حد عنده سكيمك هارت. يعني يا اما حاجات هايفه ستريس وتوتر وكده، يا اما حتى يا ولاد بسبب ان هو عنده سكيمك هارت. فتلاقي حته من البيركنجي فايبرز تبقى اكتوبك. عارف يعني ايه اكتوبك؟ يعني شكلها مش زي اللي حواليها. تحس انها يعني عايز تعمل كبيره عليهم. تقول لك انا عايز اشغلكم وتسمعوا كلامي، بس طبعا مش بيسمعوا كلامها لان الكبير عندنا فوق هو مين؟ هو الاس اي نوت. فاهمني ولا لا؟ فتقعد الحته المجنونه دي تقول لك انا عايز اشغل، فمش عارفه لان الاس اي نوت هي الاسرع وهي الاقوى. فتقعد تجمع في قوتها وتشغل مره. كل فين ومين تشغل مره. فتلاقي المنظر يبقى عامل ازاي؟ ده قلب طبيعي، الخبطة الأولى والخبطة الثانية والخبطة الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. حصل له اكسرس ستور، الخبطة الأولى جت والخبطة الثانية جت مثلا، وخبطة الاكتوبك جمعت نفسها عملت خبطة كبيرة.
الخفضه الكبيره دي لاحظ حاجه انها اقوى من الخفضات بتاعه الاس اي نود. عشان ايه؟ عشان يسمعوا كلامها، عشان القلب يسمع كلامها ويشتغل معاها، فعملت خبطه كبيره. بس جايه في وقتها ولا قبل الاوان؟ المفروض كانت تيجي هنا صح؟ هي جت قبلها بشويه. يبقى اسمها ايه؟ بري ماتيور بيبي، وشكلها غريب. هي اكتوبت، هي بري ماتيور او اكتوبت. بس لاحظوا حاجه، مش القلب هنا واخد خبطه طبيعيه بتاع الاس اي نود وخبطه اكتوبت؟ خد خبطتين ورا بعض يروح داخل في حاجه اسمها ابسليود ريفراكتوري. مش فاكرينها؟ بتاعت الاكشن بوتنشال المحاضره اللي فاتت. خلي الناس دي تحول، واخد بالك؟ ده الاكشن بوتنشال. في حاجه اسمها ايه؟ ابسليوت ريفراكتوري ديلود. الابسليوت ريفراكتوري ديلود ده يستجيب الهارت لاي ستيمولس وتكبر الاستريس بتاعته قد ايه؟ فتيجي الخبطه الطبيعيه دي عايزه تيجي يا ولاد. مش عارف ما تجيش. فاكمل عادي الخبطه دي والخبطه دي ونكمل. بعد خمس ست سبع نبضات الحته اللي اكتوبت تقول لك انا عايز اشغل مره كمان، تروح عامله بريماتيور بي فولود باي كومبنساتوري فول. اصبح الريتم بتاعي ريجولار ولا ريجولار؟ طب ليه سيستم معين؟ يبقى اسمها ايه؟ ريجولار. الريجولاريتي. عارفين العين اللي عنده اكسس تكون مش تكمل ايه؟ في عين يجي يقول لك ايه؟ يا دكتور انا بحس بخبطه غريبه، خبطه قويه يا دكتور، بتيجي مره كده. يقصد مين؟ الاكتوبيك. ايه؟ الاكتوبيك اكسس تكون. انا بس هو الكلمه غلط اصلا. اصل هو كلمه اكسترا ستوري يعني خبطه زياده، هي مش زياده ولا حاجه، هي زياده يا ابني. مش العدد هنا هو هنا، هو بس الترتيبه. في عيان تاني ظريف قوي ما يقولكش انا عندي خبطه زياده، يقول لك انا عندي خبطه واعي ميست دي. هو صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ ايوه. في واحده واعي، لو دكتور بقى عنده الموضوع ده يقول لك انا عندي خبطه زياده اكتب كول وود باي كومبنساتوري بوست. يبقى هو حاسس بالايه؟ خبطه قويه. فالقلب بعدين بيدخل والله العظيم بدخل. يا ولاد محدش هيحصل له قبل كده اكسس تكون. هيحصل له؟ لا ما حصلوش هيحصل. بس هو يركز بعد كده. ايوه بريماتيور بي فول وبايك. على فكره حصل له في الامتحانات. انت مطبق طول الليل وشارب قهوه كتير ورايح قلقان ومتوتر، ممكن على فكره يحصل لك اكسس تكون. على فكره كل اللي انا قلته ده سهل وانتم عارفينه، بس انا براجع. يا ولاد يا ولاد السؤال بقى، السؤال عايز انبسط منه. السؤال عايز افهم، لو واحد عنده بريماتيور بي وعمل اكسرسايز، الريجولاريتي تزيد ولا تقل؟ شاطرين ليه؟ خلاص صح. بص يا ولاد، لما يجي المريض ده اللي عنده اكسترا سبول يعمل اكسرسايز، هيسرع ضربات القلب كده، هتبقى قريبه من بعض صح؟ مفيش مجال ان تيجي تقع حاجه اكتوبت. ما هي الضربات الطبيعيه بقت ايه؟ لازقه في بعضها. هل في مجال ان تقع حاجه اكتوبت؟ عشان كده الحته دي فيصليه يا ولاد. والله لا تجاوبوا بقى. جالي واحد عنده الريجولار باس وانا محتار، هو ايه اف ولا اكس ريزستول؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ هل يعمل اكسرسايز؟ لقيت الريجولاريتي زادت، يبقى اف. لقيت الريجولاريتي قلت، خلصت. انتهى الكلام يا اولاد. من كلامي كده واضح مين التافه ومين الخطير، مين الحاجه السهله ومين الحاجه الصعبه. الحاجه السهله فامر انها بتحصل لنا كلنا، لكن الحاجه الصعبه والحاجه طبعا الخطيره والمرض هو مرض الاتريال فايبريشن. من الكلام البسيط ده هنعمل جدول هو الاهم. الجدول ده في الكتاب في الصفحه رقم 5، هتكتب عليه سؤال نظري شفوي عملي، يعني سؤال مهم بالثلاثه. فالنظري بيقول لك ديفرنشيت بتوين ايه اف اند اكسترا سكول ايفيبو. في الكلينيكال بيسالك لما تكون حاله فيها الريجولار بامب. في الشفوي بيقول لك فرق لي بينهم. هذا الجدول مهم. هنحط هنا اكسترا سيستول، وهنحط هنا اتريال فايبريليشن. يلا نفصص. هو كل فرق هنقول لازم نتاكد ان احنا خلاص خلصنا، ندخل على اللي بعديه. اول فرق انا بقول ان الاكسترا سيستول مايلد ريجولاريتي، اما الاتريال فايبريليشن ماركت لدرجه حطوا لنا قاعده ما اقدرش اعد اربع او خمس ضربات متتالية منتظمة. لو كان عندي اتريال فايبريليشن يا ولاد ما اقدرش اجيب اربع او خمس ضربات ورا بعض. بمعنى لو فرضا مثلا البلس بتاعي اهو، انا حاطط ايدي على البلس بيعمل كده، بص كده ده منتظم. اللي عنده ايه بقى؟ ممكن تجيب
20 ورا بعض. انا اصلا ما اعرفش اجيب خمسه على مسافات ايه؟ لا على ما يقام ما يعتبر التربه بينهم بتتغير. يعني مثلا انت موضوع 1 2 3 4 5 لازم في بعض ثاني ولا ما تعرفش تجيب خمسه ايه؟ ها منتظمين ورا بعض. يبقى دي اسمها ماركت الريجولاريتي. وضحت ولا لا؟ لكن في الاكسترا سيستم ممكن عندك بيقرا 5 و6 و10 وبعدين الاقي واحده الريجولار واحده اكتوبيك. الفرق الثاني انتوا عارفينه كويس احسن مني. افكت اوف اكسرسايز. هتتكلموا ولا لا؟ مع الاترال فايبريليشن في سي. لانه قلنا مع الاترال فايبريليشن اكسرسايز هتزود الاي بي نودال كونتاكشن. ماشي؟ اللي جاي لك ايه؟ ريسبيراتوري ساينس ريزم. بصوا بقى هي حته فيسيولوجي كده قديمه نسمعها ونستنتج منها حاجه حلوه قوي. لو فهمتها تنبسط جدا. بص يا دكتور العظيم. مع الانسبيريشن لما حد بياخد نفس الفينس ريتيرن بيزيد. يعني الدم اللي راجع للقلب بيزيد. انت عارف لما باخد نفس الدايفرام بينزل تقدر تبص بتطلع النيجاتيف بريشر اللي هنا يبدا يزيد فيسحب الدم من تحت. يعني الفينس ريتيرن يبدا ايه؟ طب الفينس ريتيرن بيرجع للرايت سايد وبارت عن طريق السوبير والفير فينا كابري وفركتين هنا. فالدم يروح داخل كده. اول ما الدم يدخل كتير هنا يلاقي يخش مين على طول؟ يروح عامل لها ستيميوليشن للاس ايه فيزود الفرق ليك شويه. وده نورمال فيسيولوجي فينا كلنا. تاني مع الانسبيريشن اخبار الفينس ريتيرن ايه؟ لما زاد الفينس ريتيرن يبقى الدم اللي رايح هنا ايه؟ هيلاقي مين في وشه ولا ميكانيكال يعمل لها فالهارت ريت يبدا ايه؟ يعني مثلا انا بعمل واحد رسم قلب. بص كده المنظر ده رسم قلب اهو. ها ماشي طبيعي جدا. فانا جيت في اللقطه اللي انا بعمل رسم قلب قلت له خد نفس جامد. ايه اللي حصل في الهارت ريت؟ وده نورمال فيسيولوجي اسمه ريسبيراتوري يعني مع النفس ساينس يعني الاس ان او حصل لها ستيميوليشن. انا مش عايز اقلبها بهزار الله يبارك فيك. كل واحد يحط ايده على البلس بتاعه. اول حاجه تعملها حس البلس كويس. اللي حس البلس كويس يقول لي ركز مع ركز قوي مع البلس بتاعك مركز يلا خد نفس جامد واكتب ركز مع البلس والله العظيم زي على فكره مش باخد رايكم ده نورمال في السنة حصل ولا لا لازم يزيد اسمها ايه الساين دي اسمها ايه الظاهره دي يا ولاد اسمها ايه الظاهره دي ريسبيراتوري ساينس ريزم ايه الميكانيزم بتاعها مع النفس ايه اللي حصل؟ لما ذاب الفينس ريتم دخل لها خش مين؟ راح عامل لها راح مسرع الهارت ريت شويه اسمها ريسبيراتوري ساينس ريتم. شرط اساسي فيها ان الاس ان او تبقى هي البيس ميكر. خلاص خلصت انا خلصت. لو كانت الاس ان او هي البيس ميكر هيبقى بوست زيهم. لو كانت الاس ان او مش هي البيس ميكر هيبقى نيجاتيف. وهنا عندي سؤالين وياك نغلط بقى. السؤال بيقول واحد عنده اتريال فايبريليشن اخبار الريسبيراتوري ساينس ريزم بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لان الاس اي نوت مالها؟ اما لو كان عندنا اكسترا سيستول لا ما زالت الاس اي نوت تعمل فبالتالي هو بوزيتيف. اتفهمت ولا قلت ايه؟ يبقى ريسبيراتوري ساينس ريزم بوزيتيف مع الاكسترا سيستول ما هو حتى زي النورمال اصلا لكنها نيجاتيف مع حالات الايه؟ مع حالات الاتريال فايبريليشن وده المهم بتاعنا. تمام؟ الفرق اللي بعد كده اسمه effect of carotid massage. effect of carotid massage ايه الحوار ده اصلا؟ بص يا ولاد اولا لازم تحدد مكان الكاروتيد بتاعك. لازم تتعود انك تطلع الكاروتيد ارتري تعمل ايدك كده تدخل بالصنب هنا upper median العضله بتاعت السيرنوماستويد هنا وتضغط ضغطه خفيفه. مين حاسس الكاروتيد؟ كلنا. ايوه الكاروتيد. لا ايوه دكتور فوق مش هنا فوق اضغط شويه ضغطه خفيفه مش الناحيتين ناحيه واحده حاسبها الكاروتيد يا ولاد. بص بس عليا لو جيت عملت كده يبقى انا بعمل حاجه اسمها كاروتيد مساج. الحركه دي اسمها ايه؟ بعمل انا ايه كده؟ في بارو ريسبتورز هنا متصله بالفيجاس. يعني انا لما اعمل الحركه دي كاني بشغل مين؟ دي كلمه كاروتيد مساج. نرجع بقى لحته فيسيولوجي. معلش يا محرك كلها فيسيولوجي. بص يا ولاد الفيجاس بيعمل انهبيشن لكل القلب ما عدا الفيجاس. يعني بيعمل انهبيشن للاس اي نوت وانهبيشن للاتريا وانهبيشن للاي بي نوت
عن طريق البيت بس، ومالوش اي دعوه ومالوش اي انهبيتوري افكت على مين؟ على الفنتريكل، فيما يعرف بكلمه اسمها ايه؟ فيجال سكيب فينومينا. فالفيجال سكيب فينومينا بتقول ايه؟ ان الفيجاس انهبت اي حاجه الا مين؟ وعلى فكره ده من رحمه ربنا فيه. اه والله العظيم يعني بص يا دكتور، لو واحد الفيجاس بتاعه اشتغل قوي يوقف اي حاجه الا مين؟ يبقى انت هتفضل عايش. فاهم حاجه ولا لا؟ اصل لو كان الفيجاس بيعمل انهبيشن للفنتريكل كمان اتمنى كلنا موت من وانت عيل صغير. لما عملت غلطه بشعه جدا فايه ابوك بقى هتهولي هتهولي دي وانت جاي. انت عارف هتهولي دي يا ولاد لما يكون الاب في اوقات كده يفكر. انت عارف الولد اصلا بيعمل ديكتريشن على نفسه. ده معناه ان الفيروس اشتغل بس الولد ما عادش ما عادش ايه؟ ها لان الفيروس ما يقدرش يعمل ديكتريشن لمين؟ حتى وانت كبير على فكره، وانت كبير مع سيفير ستريسفول كونديشن هو الستريس بيشغل سيمباتيك، لكن لما يبقى سيفير لما يبقى سيفير يشغل الفيجاس. يعني مثلا انت شفت حادث جامد جدا في الطريق، منظر مرعب جدا، فانت تلاقي نفسك الفيجاس ده ممكن حد يدخل بسلكوم الاتاك يا ولاد. بس خدوا بالكم هو عمل انيبيشن لكل حاجه الا مين؟ يعني انت ممكن تقع من كتر البازلايزيشن بتاع الفيجاس لكن القلب مش هيقف لان الفنتريكل ستيل. طيب ايه لازم استفدنا ايه من المعلومه دي؟ ان الفيجاس انهبت كل حاجه الا مين؟ ان شاء الله بعد شويه صغيرين يعني وقت صغير واليوم بتجري ان شاء الله هتبقى ميزو وقت الجولي. ميزو يعني كده هتقف في الاستقبال. اول في اول نبشات كده في الاستقبال هيبقى عندك بجد اسبوع اسمه ايه؟ اسبوع رسم القلب. ده حقيقي يعني في اوضه فيها جهاز رسم القلب. نايب القلب هينزل لك اول يوم يقول لك بص يا ابني انا مش عايز اقرا، انا كل مره بقرا وعندي رعايه ومش جايه. انت هتقعد هنا هيجي لك حالات اسمها كذا وحالات اسمها كذا وحالات اسمها كذا. من ضمن الحاجات اللي بيقول لك عليها يقول لك هيجي لك ناس عندهم تاكي كاردي معظمهم بنات كده ايه وحاجات سايكو. بس اسمع اللي اقول لك عليه. يجي لك اللي عنده تاكي كارد قدامه على السرير وتخلي مراته تعمل له رسم لان مش هتعرف تعمل المراته بتعمل وتروح انت جايب صباعك كده تعمل له كارد المكان. هتبدا مرات القلب بدات ايه؟ هدي تديله اندرال ومشيه. حلو كده؟ ما هديتش تندهن. حلو كده؟ لكن لو ندهت لي على حاله من غير ما تعمل له كاروده مزاج بص هنفوق نوشتين زياده. مش عايز دوشه، مش عايز روشه. ايه اللي بيحصل؟ انت بيجي لك حد عنده كاروده. تروح مع السيدي تعمل له بتاع اي سي جي على ما يتعمل وانت عملت له كاروده مزاج. انت شغلت مين؟ هتلاقي يقول لك انا الحمد لله يا دكتور ضربات قلب بدات ايه؟ انا بقيت كويس الحمد لله. وتلاقي نفسك قلب على فكره ممكن يطلع نورمال. فهمتني ولا لا؟ هو ايه اللي حصل؟ هو كان عنده ساينس تاكي كاردي او حاجه من الاتريا او حاجه من الادينو فبالتالي بدات تستجيب لمين؟ لهذا الفيجر ستيميوليشن. طب لو ما استجبتش يبقى الاريتم دي طالعه منين؟ عارفين طبعا الفنتريكل دي اكتر حاجه فنتريكولار تاكي كارد لو مصيبه لازم تستدعي حد اكبر منك. فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى مين اللي هيستجيب للقرارات المزاج؟ لو كانت جايه من فوق اما لو كانت جايه من الفنتريكل. انا عندي سؤال. جالك واحد عنده اتريال فايبريشن وانت عملت له قرارات المزاج، انا عايز كلمه، وانت عملت له قرارات المزاج يستجيب ولا لا يستجيب؟ يستجيب ولا لا؟ ليه؟ لان هي جايه منين؟ وانا شغلت مين؟ والفيروس طبعا الفيتري افكت على الاتريا، فبالتالي هيحصل هنا جود ريسبونس هيستجيب كويس. اما الاكسترا ستول اصلا مش هعمله الا اذا كان عنده تاكي كاردي. ولو التاكي كاردي اللي مع الاكسترا ستول من الساينس هيستجيب. هيستجيب فاهمني ولا لا؟ يبقى على حسب واصلا مش هعملها الا اذا كان عندي تاكي كارديا. الاي اف بيبقى من 100 ل 150 فبالتالي انا بعمله هذا الكاروت المساج. يبقى الكاروت المساج هيهدي كل ضربات القلب اذا كانت التاكي كارديا من فوق الفنتريكل، اما لو كانت من الفنتريكل فلا تستجيب بالمره. وصلت ولا لا؟ مفهومه؟ الفرق اللي بعد كده اسمه بالسس ديفيسيت او بالس ديفيسيت which is the difference between ابيكال اند راديال بالسيشن. ده مشروع لوحده مع حاجه اسمها سبيشال كاركتر. البالس ديفيسيت ده يعني ايه يا ولاد؟ هو الفرق ما بين الابيكال بالسيشن والراديال بالسيشن. هو اصلا يعني ايه ابيكال بالسيشن؟ لما احط ايدي كده او احط السماعه كده ولاقي في خبطات تحديد. يعني الخبطات دي يعني ايه؟ عارفين الخبطه دي يعني ايه؟ يعني الفنتريكل بيعمل كونتراكشن. يبقى الخبطه اللي هنا اسمها فنتريكولار ايه؟ يعني كل ما الفنتريكل يعمل كونتراكشن احس انا هنا ايه؟ خبطه. طب امال يا دكتور الراديال؟ الراديال لا، الخبطه دي ضخ الدم، فالدم وصل لمين؟ للراديال. وعلى فكره المفروض ان كل خبطه هنا توصل ايه؟ مش قالوا زمان كل دقه قلب بتسلم عليك؟
من كل ده هتوصل لمين يا ولاد؟ يعني كل خطه هنا هتوصل لايه؟ لما هتوصل للريديال، يعني اي خطه لازم هتوصل، يعني المفروض لما عد هنا الابيكال يطلع 70 الاقي الريديال هنا كام؟ 70. وده طبيعي جدا. احيانا في الناس النورمال حد يتخبط ولا حاجه فالفنتركل يسرع شويه، وصل الجزء لما يسرع كده لحق اتنين تتحسب ابيكال لكن ما وصلتش ايه؟ يبقى الابيكال اعلى من الايه؟ بس على فكره في الاطار النورمال تلاقي فرق 2 3 ما يزيدش عن 10 في الدقيقه. يعني انت البارتس ديفست اللي عندك او في زمايلك ممكن تلاقي فرق 1 2 مفيش فرق، او تلاقي فرق 1 2 لغايه 10 مقبول. لو كان اكتر من كده دي المصيبه. ممكن تركزوا لحظه كل بس يبص لي عشان هي حركه ايه؟ الاتريوم في حالات الايه انت بيعمل ازاي؟ كده وانت قاعد بتذاكر بيعمل كده، الاتريوم بيعمل كده، البنت اللي بيعمل زي ده بص بيعمل كده. منتظم ولا غير منتظم؟ وده اتفقنا عليه. هو لما صرع كده يا ولاد لحق يتمني لحق يضخ دم اتحسب الابيكال صح؟ لكن ما اتحسبتش ايه؟ طب لما عمل كده اتحسب الابيكال اتحسبت؟ طب لما الكلام ده يقعد يتكرر في دقيقه كتير ها؟ لما يقعد على مدار الدقيقه هذا الكلام يقعد يعمل كده هشغلها لكم دقيقه ولا ايه؟ يبقى شغلها كده يبقى في خبطات كتير هتحسب الابيكال ومش هتوصل ايه؟ يبقى غصب عني وعنك يبقى الفرق اكتر من كام؟ اكتر من 10 في الدقيقه، مور ذان 10 بيتس بير مينت. اما في الاكسترا سيستول زي النورمال اقل من 10 بيتس بير مينت. يبقى البالس ديفيسيت هو ديفرنس بتوين ابيكال وراديال بالسيشن. لو كان اقل من 10 ومعايا الريجولار بالس ده نورمال اللي هو بتاع الاكسترا سيستول. لو كان الريجولار بالس واكتر من 10 يبقى الحاله فيها بالسس ديفيسيت. اصلا انا مش بدور عليه الا اذا كان عندي الريجولار، يعني مش كل عيان بفحصه وادور لي على هذا النوع، بدور عليه بس لما يكون عندي ايه؟ لما يكون عندي الريجولار بالس، بدور عليه لما يكون عندي الريجولار بالس، ادور عليه ازاي؟ سهله جدا. بص يا دكتور بص ممكن تحط ايدك هنا وتعد في دقيقه او حتى تلبس السماعه وتعد في دقيقه. وتيجي تمسك الريديال بالس وتعد في دقيقه ثانيه وتطرح ده من ده، بس الدكتور هيعترض. يقول لك افرض في الدقيقه الاولى كانت ضربات قلب سريعه. وفي الدقيقه الثانيه بقت ضربات قلب وطيئه. تقول له لحق يعني يا دكتور؟ يقول لك اه لحق. كانه عايز يقول لك حاجه، لازم تعد بنفس الايه؟ نعم بنفس الدقيقه. خلاص مفيش مشكله استعين بالظبيب. العيان نايم اهو. انا وزميلتي هنا هتلبس هي السماعه وانا هحط ايدي على الريديال بالس. هي لبست السماعه هتقطع الابس وانا مسكت الريديال بالس. يلا نبص بساعتي ستارت بدانا. بعد دقيقه هي قالت لي الابيكال 75 وانا قلت لها الريديال 70 الفرق 5 نورمال. احنا الاثنين عندنا في نفس الايه؟ وعلى فكره دي اضافت حاجه بس في مشكله. مفيش تضييق في الموضوع. وبعدين مش معقوله تكون الدكتور بايدك معايا. مش عارف ايه مش عارف ايه محدش يقدر يعد. لا مفيش حد يعرف يعد حاجتين في نفس الوقت يا ولاد. انا مش عد الاثنين، انا عد الوقت اللي لازم. ممكن بس ركزوا معايا لحظه. فاكر بص انا هلبس السماعه، انا لوحدي معيش حد، انا هلبس السماعه ومقطعه الايبكس وبلع عيني في كده وايدي اليمين همسك الراديو وهبص في الساعه. ممكن ركزوا الخبطه اللي اسمعها واحسها انا مفضلها اطنشها. الخبطه اللي اسمعها واحسها عادي. مش هو طبيعي ان انا اسمعها واحسها؟ لو سمعتها وما حسيتهاش واحد، سمعتها وما حسيتهاش اثنين. لو كانوا اكثر من 10 يبقى الحاله فيها ايه؟ على فكره الموضوع سهل جدا وتافه لما تطبقه. انا عايز اقول لكم حاجه اصلا مش هنحتاج نعد الدقيقه. ده انتوا هتعملوا حركه هتلبس السماعه هتقطع على الايبكس وتمسك الراديال تلاقي الايبكس وهو بيعمل وراديال على قلبه مراوغ. خد بالك بالراحه. تقول يا دكتور الايبكس سريعه قوي والراديال بطيئه. اقول لك لو الفرق بينهم في الدقيقه اكتر من 10 تقول يا دكتور اكتر من 50 ولا خلاص ما تحسبهاش. هو يا اكتر من 10 يا اقل من 10. يا ولاد ما حدش يجي يقول لي اند ذا بارس ديفيزيت ان ذيس بيشنت از 37. لا هو مور ذان 10 اور ليس ذان 10. يعني مش مطلوب منك رقم. هو يعني خمس ثواني بخلصها يا ولاد. الموضوع ده في خمس ثواني. خمس ثواني بيخلص ازاي؟ الاقي الايبكس سريع او الراديال بطيء. يبقى الفرق اللي بينهم اذا كان الفرق يا دكتور في خمس ثواني كتير فما بالك بالدقيقه كلها؟ هيبقى اكتر من 10 ولا لا؟ مش مطلوب منك رقم. يا اكتر من 10 يا اقل من 10. هذا البالس ديفيسيت ما تدورش عليه الا اذا كان عندك الريجولار بالس. وعلى فكره هو واحد اصلا من السبيشال كاركترز اوف بالس. يعني هو واحد من دول هنقوله تاني مع السبيشال كاركترز. بس انا استخدمته هنا عشان افرق ايه؟
الحالة بتاعتي فيها اكسترا سيستول ولا اتريال فايبريليشن تمام ولا في مشاكل؟ بتشوف تمام عشان تخلص صح؟ اقول تاني الفرق اللي بعد كده حاجه اسمها نيك بينز ودي معادها الحصه اللي بعد اللي جايه ان شاء الله. النيك بينز دي يا اولاد لغايه لما ناخدها انا هقول كلمتين ومحدش يسالني فيها. النيك بينز دي اللي هي الجاجولار بين تمثل الرايت اتريال. كل ما الاتريوم يا دكاتره كل ما الاتريوم يعمل كونتراكشن كل ما الاتريوم يعمل كونتراكشن يظهر عندي هنا ويف اسمها اي ويف. يبقى كل اتريال كونتراكشن معاه ايه؟ اي ويف. كل اتريال كونتراكشن قدامها ايه؟ كل اتريال كونتراكشن معاه ايه؟ اي ويف. خلاص واحد عنده اتريال فايبريليشن بص على ايدي الاتريوم بيعمل كده. هل في كونتراكشن؟ تبقى اي ويف ابسنت. يبقى اللي عنده اتريال فايبريليشن على مستوى النيك بين بيكون معاه ايه؟ ابسنت اي ويف. بتشوفها ازاي وشكلها ازاي؟ مش وقته مش وقتها خالص بس هي المعلومه بتقول ان الجاجولار بين يمثل الرايت اتريوم كل ما يعمل كونتراكشن يحصل اي ويف. بما ان مفيش كونتراكشن مفيش. طب بص في حاجه زيها بالظبط. بص يا دكتور مش ده كده ايه المنظر ده؟ اي سي ار اس. ها؟ اي سي جي ايه اسمائهم؟ بي كيو ار اس. هي البي دي يعني انت ليش؟ يو ار اس اللي هو ايه يعني؟ اللي هو كونتراكشن. انا خلصت واحد عنده اتريال فايبريليشن هل في اتريال كونتراكشن؟ يبقى البي ويب مالها؟ يبقى انا هاجي هنا لو عملت اي سي جي وعلى فكره دي سموصل دايجنوستيك هتلاقي اي سي جي الريجولار ويز ابسنت بي ويف. يبقى ابسنت بي ويف الريجولار باس او واحد عنده الريجولار اي سي جي ولقيت ابسنت بي ويف دي دايجنوستيك فور اتريال فايبريليشن يبقى ابسنت مرتين. ابسنت اي ويف ده على مستوى مين؟ اي ويف يعني اتريال كونتراكشن وابسنت بي ويف على مستوى الاي سي جي. ما هو البي هنا يعني اتريال كونتراكشن يبقى الاتريال كونتراكشن بتاعنا مش موجود. اتفهمت ولا لسه؟ بص يا دكاتره هذا الجدول حفظ صعب بيفرق الاكسترا سيستول من الاتريال فايبريليشن وهتلاقيه في الكتاب النظري والكتاب العملي وفي كل حته ولازم تذاكره كويس قوي. انا بعلق على الريتم يا اما يكون ريجولار وده نورمال يا اما يكون ايريجولار. لو كان ريجولار خير وبركه. لو كان ايريجولار اشوفها ريجولار ايريجولاريتي ولا ايريجولار ايريجولاريتي. لو كان ريجولار ايريجولاريتي باصص باي جيمي وترا جيمي مش هشوفها. يا اما ريجولار ايريجولاريتي يا اتريال فايبريشن يا اكسترا سيستول وافرق بينهم. عايز اقول بقى فرمان. يعني ايه فرمان؟ فرمان يعني محدش يشتكي. فرمان يعني تقول لي السمع والطاعه. فرمان يعني نو فاسيليتيشن في الامتحان. محدش يتكلم. الفرمان بيقول ايه؟ اي ريجولار فالس في اي امتحان هو ايه؟ اي ريجولار فالس في اي امتحان هو ايه؟ امتحان راوند، امتحان فاينل، امتحان ماجستير، دكتوراه، زماله، اي حاجه. اي ريجولار فالس يتصنف فيها ولا هو ايه؟ تقول يا سلام ما جاش اكسترا سيستول وانا مش واخد بالي. يا دكتور انت ما عندك اكسترا سيستول. وبعدين يا دكتور لو حجزنا حالات الاكسترا سيستول في المستشفى هنحجز الشعب كله، فاهمني ولا لا؟ مش حاجه اسمها كده. خد ما جاش خلاص الفيرتش اكسترا سيستول. ما جاش حد فيها بالص باي جيم. بالص باي جيم مين ولا اسمه ايه؟ بالص باي جيم ده كان بيحصل لما كانوا بيستخدموا ايه؟ واحنا اتفقنا ان الزارد مالوش دور زي زمان فبالتالي اي ريجولار بالص هو الحاله مالها؟ دخلت بره الراوند يا دكتور. فالدكتور بيقول لي قومي قومي انت على الباص. فمسكت الباص لقيتيه ريجولار. فقلت له على فكره العين ده عنده انت في الفيلم. قلت له ممتاز ده شاطر. بس مش هتسكت تعبت ازاي؟ فاهمين ولا حتى في الامتحان هو ريجولار باص صح؟ معناها ايه؟ مظبوط على فكره مظبوط 100% هو الريجولار باص يعني الحاله دي ايه؟ ايه خلاص هو ريجولار يعني بس هو السؤال اللي بعدها ليه؟ اشعرفك ان هو اتريال فايبريليشن الاجابه النموذجيه اصل في ماركت الريجولار ريجولار مش قادر اعد اربع او خمس ضربات متتاليه من فضلك الريجولار زادت في الاكسرسايز عندي يا دكتور نيجاتيف ريسبيراتوري ساينس في جود ريسبونس للكاروت الاساسي عندي بوصل تبس اكثر من 10 دي في المتاليه عندي ابسنت اي ويف في الجيم بين تبس اعمل له اي سي جي الاقي الريجولار معايا ابسنت والله العظيم لو قلت كده والله هيتم على 200 مليون. بس انت
وانا جبت الاجابه منين يا ولاد؟ يبقى انا بحفظ الناحيه بتاعت الانتريال فايبريشن. اقول لك ليه قلت عليها انتريال فايبريشن؟ يبقى انا مجهز الاجابه بتاعتي. فهمت ولا بلاش كلمه من هنا وكلمه من هنا، رصهم رصا زي انا ما قلت كده عشان تبقى شاطر وتاخد درجه كويسه. الكلام واضح ولا لا؟ انا طبعا عارف ان انا اتكلمت كتير، بس اللي اتكلمت كتير ده الخلاصه بتاعته ان انا طلعت المواصفات مين؟ انتريال فايبريشن. في حاجه، في ميزه في الكلمه، كل كلمه انا قلتها انا مسؤول عنها. يعني ايه؟ تقول لي لا وريني البالس ديبس ده، لا طب وريني النيك بين اللي انت قلتها. فاهمني ولا لا؟ يعني الحاجه اللي انا بقولها احنا مش بنقولها كده كلام نظري وخلاص، ده انت لازم كمان تطبقها كده. في سؤال بقى للمستوى العالي قوي، هو يا اولاد الهارت ريت في حالات الاي اف يبقى كام؟ شاطرين بس مثلا مش كده السؤال. يبقى اسمه ايه؟ اسمه سلو اي اف. يبقى سلو اي اف يعني واحد عنده اي اف، فانا متوقع من كام؟ من 100 ل 150، لقيته اقل من كده فنسميه. وانتوا على فكره قلتوا اهم سبب. مين اهم سبب؟ لانه بيقلل الاي بي نودل. طب اقول لكم حاجه، البيتا بلوكر بيعمل نفس الاكشن اوف ديجيتال. البيتا بلوكر بيعمل نفس الاكشن اهو. يبقى لو جالي واحد عنده اي اف واخد ديجيتاليز او بيتا بلوكر هيبقى ايه؟ سلو. او لو اسوشيتد مع الاي اف هارت بلوك. شوف العين الفرق، يعني هو معاه ايه؟ خلاص هو معاه ايه بس كمان الاي بي نوت مش شغاله قوي، مش عارفه توصل قوي، يعمل سلو اف. يبقى السلو اف ليه ثلاث اسباب. ده سؤال المستوى العالي قوي، ديجيتاليز او بيتا بلوكر او واحد اسوشيتد معاه هارت بلوك. كان زمان الترم ده قديم قوي، في نوع من الاي اف اسمه لون اي اف، ال او ان اي، لون اي اف. لون ايه في داخل الايديوباثيك بيحصل في ناس العواجيز، بيقولوا يعني كان بيحصل كالسيفيكيشن في الاي بي نوت، فبالتالي يبقى ايه برضه؟ هيبقى سلو شويه، مش فارق معانا ده ترم قديم قوي، لكن يمان الثلاثه الكبار ديجيتاليز بيتا بلوكر او اسوشيتد هارت بلوك اللي عنده مشكله في كلمه ريزم واتريال فايبريشن بالذات يتفضل يسال اللي هو عايزه. هو لما يكون عنده انتر فايبريشن البنت كبيره كده بيصرع، فلما بيصرع الفخاخات بتحس ان هي بتمتص الدم. مش هديله ديزيتال، انا مش هديله Yeah.
ما خدش الا لو كان معاه تاكي كارد. لو تاكي كارد جاب لي اس ام او الاس او الاس ام هتقل، لو مش بدري مش هتقل. يزود ليه؟ حضرتك قال الهارد ريت ماشي، ما انا مش هعمله الا لو جاب لي تاكي كارد. يعني مش اي عيان عندي عليا بعمله، لازم اعمل كونتورت وتاكي كارد. طيب بص يا ولاد، الكومنت الثالث على كلمة بول. بص البوليوم ده كلينيكال يعني براكتيكالي كده، هو مقدار خفض الدم في ايدك، بمعنى انت حاطط ايدك على رجلك فالدم بيخبطك كده صح؟ خفضة الدم دي الخفضة دي الخفضة اللي بتحصل في ايدك هو ده البوليوم. يعني ان شاء الله في الكلينيكال هقول لك انت الافريج، شوف العيان ده بيج بوليوم، شوف العيان ده سمول بوليوم، لكن انت الايه؟ انت الوسط، انت الاساس بتاعنا، فاهم قصدي ولا لا؟ لكن عايزين نجيبها من الفيسيولوجي. البلس فوليوم او البلس بريشر لو حد شاطر فاكر كان يساوي سيستول ها ناقص دايستول، وكان بيتراوح من 20 ل 60 مليمتر متري. يعني مثلا واحد ضغطه 120 على 80 الفوليوم بتاعه 40، ده يساوي نقيض افريج نورمال. لكن واحد مثلا 100 على 90 ده سمول فوليوم، واحد 150 على 50 ده 100. يعني بالتالي هو ايه؟ هو بين كله، فاهمني ولا لا؟ يعني عن طريق الفرق ما بين السيستول والدايستول ده اسمه بلس فوليوم. عشان كده بص يا ولاد، في سؤال كده تجميعه في الاخر بيقول لك يوزز اوف سبيجمومانومتر، استخدامات جهاز الضغط. من ضمن استخدامات جهاز الضغط ان انا بشوف الفرق بين السيستول والدايستول كبلس فوليوم. لو النهارده انا مع حضراتكم فاحنا معانا عيان، فانا بقول لكم ايه يا ولاد؟ العيان ده عنده بيج فوليوم، فطلع حد منكم يقول لي يا دكتور ابدل عشان ما نقعدش نتخانق نقيس الضغط. لو الجاب اللي بين السول والسول كبيره يبقى ايه؟ بيج. لكن لو كانت نورمال يبقى خلاص افريج، يعني حاجه بتحل المشكله. بس حته من 20 ل 60 دي عليها كلام، وده كلام مصري ما بديش لا اساس له ولا صحه بصراحه. يعني هو في دكاتره بتقولها فانا عشان كده بقولها، لكن دي مش مظبوطه قوي. في كلام ادق من كده بتقول ايه هو البيج فوليوم؟ البيج فوليوم يا اولاد ركز في دي حلوه قوي وهتطلع حاجات كتير منها. البيج فوليوم هو الفوليوم اللي هيعمل بيج فوليوم في الدنيا كلها، يا اما حاجه زودت السيستول، يا اما حاجه قللت الدايستول. ويا سلام يا سلام لو نفس المرض بيزود السيستول ويقلل الدايستول في نفس الوقت. يا اولاد وانا لو عندي مرض رفع السيستول والدايستول ثابت اصبحت الجاب ايه؟ وده بيج فوليوم. لو عندي مرض السيستول فيه ثابت بس الدايستول نزل، ها يبقى بيج فوليوم. طب لو المرض بيعلي ده وبينزل ده مش احسن من كده؟ فاهمين الحته دي ولا لا؟ طيب بص يا دكتور، العامل اللي بيأثر في السيستول هو عامل واحد بس، كاردياك اوتبوت. يعني لو عندي حاجه زودت الكاردياك اوتبوت والدايستول كده يبقى انا معايا ايه؟ بيج فوليوم. العوامل اللي بتأثر في الدايستول كتير، اهمها بريفرال ريزيستنس تطويل. يا ولاد لو حد عنده بريفرال فازو دايلاتيشن هيعمل ايه في الدايستول؟ يقلله. لو بريفرال فازو ريستريكشن يزوده. انا بقول بريفرال فازو دايلاتيشن يقلل مين؟ كله قلل الدايستول والسيستول ثابت، يبقى انا معايا بيج فوليوم. حد فاهم حاجه؟ يبقى البيج فوليوم ليه احتمالات، يا اما السيستول بس زاد، يا اما الدايستول بس قل، او زاد السيستول وقل مين؟ طيب هو ده الكلام العلمي. اللي يهمنا في البطنه ثلاث اسئله هنقولهم ونتكل على الله. السؤال الاول تيجي في الامتحان الدكتور يقول لك ايه يا ابني اسباب البيج بالس فوليوم اللي تعرفها؟ ده سؤال مشهور جدا. وعكسه ايه اسباب السمول فوليوم؟ وفي كلمه كده زياده هشرحها لكم اسمها فاريبل فوليوم. حلو كده؟ نمسك اول حاجه بيج فوليوم، عايزين اسباب. اشهر اسباب تعمل بيج فوليوم مرض اسمه اورتك ريجيرج بين قوسين اورتك انكومبتنس. انكومبتنس هو ريجيرج. براديكارديا. هايبر دايناميك سيتويشن. ايه يا دكتور الكلام ده؟ طبعا انا هقعد اقول ميكانيزمات. الطالب الفاشل من نوفو اللي يقعد يكتب الميكانيزمات. ليه بقى يا دكتور؟ عشان كل حاجه انا هقولها من دول كل بصوا لا ابالغ. كل حاجه هقولها جايه درس بعد كده. يعني جاي عنوان، يعني مش هقوله تاني، لا ده كل واحد بعد كده ايه؟ يعني حتى اسباب الهايبر داينامكس دي دروس عندنا، دروس اصلا في المنهج، فبالتالي احنا مجمعينهم هنا، لكن التفاصيل بتاعتهم على طول المنهج. ما تكتبش الميكانيزمات اللي انا هقولها، بطل هبل، اعرف لك شويه حاجات والسلام. اول مرض اورتك ريجيرج هيتاخد في يوم اورتك ريجيرج،
بس انا عشان اطبق حاجه عشان اثبت حاجه لازم اقول الكلام ده. بصوا يا دكاتره لو سمحت، ده الليفت سايد وده الاورطه وده الاورطيك بال. نورمال فيسيولوجي اثناء السيستول الدم بيمشي كده يعدي هنا، فالبريشر هنا ايه؟ يعلى. لما البريشر هنا يعلى يروح قافل الاورطه، فلما يقفل الاورطه تفضل الدم قاعد في السيركيوليشن والجسم ياخد احتياجاته. تاني اثناء السيستول الدم بيتضغط، لما البريشر هنا بيعلى بيقفل مين؟ لما نقفل الاورطه يفضل الدم قاعد في البريفرال سيركيوليشن، فالجسم ياخد احتياجاته لغايه لما يرجع عن طريق بنفس الدم. في مشكله في المعلومه دي؟ معلومه عاديه جدا. واحد عنده اورتيك انكومبلنس، هي اورتيك ريفرج يعني الصمام ده بيفوت، فالدم بيرجع يبقى انكومبلنس يفوت قلب قلب ارتجاع ريفرج. واحد عنده اورتيك ريفرج اثناء السيستول الدم الضغط كده البريشر هنا عالي، اقفل يا اورطه مش عارف اقفل اصل انا فيا ايه؟ انكومبلنس. راح الدم اثناء الدايستول سايب البريفري كده وراجع، ساب البريفري ورجع، راح الدايستول البلاد بريشر قل. يا ولاد مش انا بقيس الضغط من البريفري مش من القلب، بقيسه من هنا اثناء الدايستول الدم ساب الايه؟ ساب القلب ورجع، ساب القلب ورجع، ساب سوري ساب البريفري ورجع، يبقى الدايستول عمال ايه؟ ركزوا الدم رجع لمين؟ للليفت فنتريكل اللي هو اصلا جايب دم من الليفت اتريوم، اصبح الدم اللي هنا ايه؟ يبقى الستروك فوليوم اللي هيطلع كتير، يبقى السيستول اصبح معايا هاي سيستول، ما هو الدم اللي ضخ كتير فالسيستول بقى ايه؟ ما خلصناش، مش الدم الضخ هنا كتير يا ابني؟ لما البريشر هنا عالي قال لك اقفل يا ايه؟ مش عارف اقفل اصل انا فيا؟ راح الدم سايب البريفري وراجع، وانا بقيس من البريفري اصبح الدايستول البلاد بريشر، طب الدم رجع للليفت فنتركل جاله دم تاني من الليفت اتريوم اصبح الدم اللي هنا كتير اثناء السيستول ضخ دم كتير، عمل ايه في السيستول؟ اصبحت كلمه السيرفيك الاورتيك ريجرجيتيشن هي سيستول ويو. ولما يحصل كده يعمل بيج بالس فوليوم، تقول لي ده اجمل بالس فوليوم، اجمل بيج بالس فوليوم ده بيعلي السيستول وبيقلل مين؟ اللي فهمه ممكن اللي ما فهمش مش مشكله، جايه كتير كتير كتير، خش حاسب نفسك خلاص فهمتها دلوقتي. بص ما تذاكرش انا عارف انك السبب الثاني برادي كارديا اولاد، القلب بيعمل كده الطبيعي يملى ويفضل. بص لما يعمل كده في فرصه كبيره انه يتملي كتير، فلما يتملي كتير يبقى الفوليوم اللي طالع منه يعمل بيج فوليوم. فهمت ولا لا؟ يبقى لما ياخد وقت كتير طب ممكن تعكسوها؟ واحد عنده تاكي كارديا يا ولاد تاكي كارديا يعمل كده لحق يملى يبقى الفوليوم عامل ايه؟ يعني سيمبلي كده البرادي كارديا تعمل بيج فوليوم والتاكي كارديا تعمل. تعرف دكتور اللي عنده تاكي كارديا ده قلبه بيرقص مش لاحق يتملي من كتر السمسات الاوفر اكتيفيتي وتاكي كارديا رهيبه، تحس ان القلب فاضي الفنتركل فاضي. فهمني ولا لا؟ هي الفكره في كده يا ولاد، الفكره في كده ان اللي عنده تاكي كارديا عنده سمول فوليوم، البرادي كارديا عنده بيج فوليوم، ده بيملى كتير وده مش عارف يملى. عندي سؤال محرج جدا جدا، لما تكون التاكي كارد بتعمل سمول فوليوم والبرادي كارد بتعمل بيج فوليوم الاي اف بيعمل ايه فوليوم؟ يعمل فاريبل فوليوم. نفسي يا ولاد تقلدوني يا ولاد، دول قاعدين بتذاكروا لما تجيب سيرت الاي اف عشان تعمل كده. ده مين؟ يتحرق. ده مين؟ ولما يعمل كده لحق يتمل اصبح الفوليوم ايه؟ لما عمل كده اسمها اصبح الفوليوم ايه؟ يبقى مرات كده ومرات كده يبقى اسمها فاريبل فوليوم. السبب الوحيد اللي انا عايزه النهارده يعمل فاريبل فوليوم هو اتريال، بس انتم مقتنعين ولا لا؟ يبقى الاتريال فايبريشن يعمل ايه في الفوليوم؟ لانه مرات بيسرع مرات لما بيسرع ما بيجمليش، لما بيبطئ بيجملي. فاهمك ولا لا؟ نرجع للبيج فوليوم. هايبر دايناميك سيركيوليشن اربع حاجات بحرف الاتش، هايبر سيروديزم وهايبوكسيا وهيباتيك فيلير وهايبر ثيرمي. يا ولاد تعرفوا الثيروكسين؟ الثيروكسين بيعمل ايه في الفورس اوف كونتراكتيليتي اوف فنتريكل؟ هو لما يزود هيعمل ايه في السيستول؟ حد معترض؟ هل تعلموا ان الثيروكسين يعمل بريفرال بلد دايليشن؟ يلا ابيض يعني بيعمل ايه في الدايستول؟ ايه ده؟ يبقى حلو قوي بيعمل على الاثنين زي الاورث كريجر بيعلي السيستول وبيقلل. طبعا ما تكتبوش حاجه عندنا درس اسمه ماشي؟ محدش يكتب حاجه. هايبوكسيا
الهايبوكسيا ولا بتعمل بريفرال فازل ايريتيشن. الهايبوكسيا بتعمل بريفرال فازل ايريتيشن. ودي انا اخدها ان شاء الله مع سنترال ساينوز هايبوكسيك هايبوكسيا درس. هو كونه بيقلل بيعمل فازل ايريتيشن بيقلل الدايستول بيعمل بيج فوليوم. هيباتيك فيلير عندنا درس اسمه ليفر سيل فيلير هو هيباتيك فيلير. هل تعلموا ان الليفر من ضمن الوظائف بتاعته بيخلصنا من الفازل دايركت ماتيريال؟ ايوه هو بيلم الحاجات الفازلت ويرمسها ينظفها لما يكون الليفر هناخدها بالتفصيل لما يكون الليفر مش شغال هتسيب فبالتالي هتقلل الدايستول معايا بيك فازل هايبرثيرميا حد سخن عنده بريفرال فازل ديش بيعمل عنده بريفرال فازل ديش فبالتالي هايبر دايناميك. ادي اربع حاجات خلصت منهم. بريجننسي الست الحامل يا ولاد لا محوشه لا محوشه ميه وعندها فوليوم وغلوفه ستروك فوليوم عالي قلبها عايز يودي دم ليها وللبيبي فالكونتراكتيفيتي بتزيد. اسمعوا كلمه جامده قوي هرمونز اوف بريجننسي ار فازو دايليتو هرمون وريلاكس يوترس مش كده ولا لا؟ طب بتعمل ايه في السمول مصر؟ فتعمل لي فازو دايليتيشن يعني علينا السيستول وقللنا. لو شفت واحده حامله هتلاقي البلس بتاعها قوي ويحصل لها حاجه اسمها غوطه قمر اعرفها المره الجايه. هاي عندها بيج بلس فوليوم الست الحامل معاها ايه؟ بيج بلس فوليوم. من ضمن الاسباب يا اولاد بيري بيري دايموند ديفيشنسي الثايمن ده بيدخل في الايروبيك ميتابوليزم. كملوا مفيش ثايمن انيروبيك ولا انيروبيك ولا مش انيروبيك ينفع لاكتيك اسيد ولا لاكتيك اسيد برضه دي في درس اسمه انيميا انيميا اصلا عنده انيميا اساسا يعني كان مصاصه ميكانيك اللي عنده انيميا عنده هيبوكس مفيش دم واصل بريفرنس. بعدين القلب بيشتغل على شويه دم صغيرين بيضخوك وبوك فتحس نزعه الدم كده. بعدين البنات كلهم عندهم انيميا فلما نجيب العين بتاع الاورط الكبير ده تلاقوا البلس قوي تيجي تقول لهم وانا البلس بتاعي قوي ده انا زيي فهمني ولا اقول لك لا انت عندك انيميا يبقى الانيميا تعمل هايبر دايناميك سيتويشن. او انتوا عارفين ولاد انكزايتي ستريس مشهوره جدا عند البنات. البنات فاكرين لما جيت في يوم واحده زميلتي جت لك كلمتين كده حرقتك يعني وانت ما لقيتيش روبي عليها وحتى تنامي وانت مقهوره حاسه بالقهر كده ودخلت حطيت راسك على المخده لقيت ضربات قلبك قويه قوي وسامع صوتك في ودانك المخده عماله تهز. ايوه النار مش كده ولا لا؟ ده اسمه سيمباثيك اوفر اكتيفيتي مع الانكزايتي. دكاتره مين يقول لي خمس ست حاجات تعملوا بيك باص بوليو فورتيكيشن بريديكال هايبر ثيرابيز ماي بوكس يعني بقول لك اي حاجه بقى بريجننسي انيميا لاقي لك شويه حاجات. هو ما حدش يقول لك سمعني 13 حاجه يعملوا هايبر ما فيش حاجه اسمها كده لكن يقول لك قول لي حاجات بس هو الحاجه اللي هتقولها لازم تدافع عنها. انت قلت هايبر ثيرابيز اي يقول لك ايه بس على اخر سنه اكون اتجمعت فهمتوني ولا لا؟ طيب في مواضيع كتير. دكتور ما فيش حاجه في الاي اف عشان حضرتك قلت ان هو فاريبل هو يا اما 100 يعني من 100 ل 150 بيت بالمنت. يس هو تاكي شويه بس مرات يملى ومرات لا. انا بقارنه بنفسه مش بقارنه بيكي. انا فاهمه بس عنده وقت يلحق يملى بيج فوليوم؟ لا مش بيج فاريبل مرات يبقى سمول مرات يبقى افريج ما قلتش كده الا بقى لو هو سلو شويه تمام. بص يا ولادي بقى على فكره سهله فاضل لي دقيقه قلتوا لي تقولوها عشان نمشي مش عايزين تمشوا ولا ايه؟ انا عايز امشي على الناس يلا قولوا قولوا لي ثلاث اربع حاجات يعملوا سمول فوليوم اعكس كل حاجه اعكس اورت كريز لا لا اعكسه اورت كريز. طب بص يا دكتور اورت كريز يعني ايه؟ بص يا اولاد شايف الصمام ده؟ ضيق يبقى الدم اللي خارج يبقى سمول فوليوم ولا لا؟ حد معترض؟ طيب عكس بريدي كارديا ما لحقش يملى هايبر هايبر تمام صح؟ هايبر دايناميك سيركيوليشن يا اولاد هايبر دايناميك سيركيوليشن هارت فيلير او هارت فيلير عن القلب مش ايه؟ مش قادر يضخ دم اصلا او واحد شوك واحد شوك يعني اصلا الدم نازل في اطراف مفيش دم اصلا ماشي في السيركيوليشن يبقى دول ناس عندهم سمول فوليوم ولا هيعمل فاريبل فوليوم. مرض واحد خدناه النهارده اسمه هو مرض الاتريال فايند ريليشن نشوفكم على قلب خير المره الجايه.